تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مدحت شلبي يواصل استفزاز جمهور النادي الاهلي وبينصح مرتضى منصور وبيقدم له نصيحه على الرغم ان هو بيخبط في كهربا وبيقلل من كهربا وبيقول كهربا عامل لنا صداع، اللي انت عملته يا كهربا ده اصلا ما كانش له لازمه، فين القيم والمبادئ والاخلاق وي 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 ولا بلا 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 كتير. وفي نفس الوقت بينصح مرتضى منصور خد بالك ان العقوبه بتاعتك او التظلم بتاعك مش هيتقبل عشان في توقيع غير توقيعك، لازم انت اللي توقع عشان العقوبه دي شخصيه بدل ما يعني يفوتك التظلم وما تقدرش تتظلم، ودينا بننبهك اهو وبنعرفك. تخيل راجل حيادي اعلامي يخبط في لاعب وينصح رئيس نادي عمل كل الموبقات اللي في الدنيا على الشاشه تجاه كل البشر بما فيهم الافندي ده، وقعد يقول له انت بصبغه وانت بباروكه وانت ببوكسرات وانت مش عارف ايه، مرتضى منصور نفسه. ولكن مدحت شلبي يعني ايه؟ في المصالح بتتصالح زي ما حضراتكم عارفين. بيتكلم وبيقلل من كهربا وبيقول لا يا صح يا كهربا انت المفروض كنت عملت كنت سويت كنت عملت كنت سويت، ما يصحش ما عملش، على الرغم ان هو مدحت شلبي ما اتكلمش ولا فتح بقه يوم ما شيكابالا عمل الحركة القذرة لجماهير النادي الاهلي. تخيل محدش سمع صوته ولا اتكلم، يوم امام عاشور محدش سمع صوته ولا اتكلم، ولا همس في اذنه ولا قال له مش عارف ايه ولا الهوى. ولكن مدحت شلبي فالح بس غير وفاضي، فالح وفاضي في النيل من لاعبي النادي الاهلي ارضاء لمرتضى منصور. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مدحت شلبي قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف شلبي قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. على الصبح فجاه بعد ما اتكلمت انا هنا من يومين عن انه من المتوقع الا تصدر لجنه التظلمات قرارها في استئناف اللاعب كهربا الا بعد السوبر، وهنا ليس المقصود ان اللجنه يعني تتعمد انه ما تعملش ده الا بقى. احنا تعودنا وانا قلت قبل كده من 2007 لما كنت في اتحاد الكوره دائما لجنه التظلمات بتاخد وقت ليس بالقصير، لانه اولا هي بتجمع الاوراق والاطراف وتبتدي تدرس وتتشاور وعلى لغايه لما يصدر القرار، لانه قرار مهم. يعني ما اعرفش هو بقى مهم، يعني مع كل اسف وانا مش عايز اكرر كلامي انه فعل ما لم يكن له اي يعني لازمه بالبلدي كده اتى من اللاعب كهربا بدون اي احساس بالمسؤوليه تجاه التيشيرت الاحمر، خلانا نعمل اجتماعات ونتكلم ونقول ونعيد على ايه؟ يعني على ايه؟ مش عايز اكرر كلامي، انا قلته قبل كده وبعض الناس زعلوا من محب النادي الاهلي، مش عايزهم يزعلوا. احنا بنتكلم بالاصول، بنتكلم بالاخلاق، بنتكلم بالمنطق، بنتكلم بالعدل. ما ينفعش اطلاقا اطلاقا انه لاعب كوره يورط ناديه ويورط النادي الاخر ويورط لجنه الانضباط ويورط لجنه التظلمات ويورطنا احنا كمان والدنيا كلها عشان شويه حاجات مش عايز اوصفها، يعني عشان ما يطلعش مني لفظ مش مناسب. يعني ده ملوش دخل ان هو لاعب ممتاز عشان ما حدش يغلط يعني، لكن الامم الاخلاق وما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم. ده انا اتحدث هنا عن الارتقاء بمستوى الاخلاق في كل الاتجاهات، سواء لاعب او مدرب او اداري او اي حاجه او مجلس اداره او رئيس نادي ايا كان، لابد ان نتحلى بالاخلاق. انعدام الاخلاق في بعض المواقف بيودينا في السكه دي. طيب ما عليك، انتشر بقى بعد ما انا كلمت الكلمتين دول في السوشيال ميديا انه نادي الزمالك ينتوي الانسحاب من السوبر اعتراضا على تاخير البت في عقوبه كهربا من قبل لجنه التظلمات وحكايات وروايات. وبعدين بدا الامر الى حد ما يتبلور شويه لما مجلس اداره نادي الزمالك دعا الى اجتماع طارئ يوم 30 ابريل لمناقشه بعض الامور، لم يعلن عن هذه الامور، فالبعض ربط بما حدث في السوشيال ميديا اللي اصبحت مؤثره بشكل كبير في القرارات مع هذا او هذه الدعوه للاجتماع الطارئ لمجلس الاداره. انا على يقين طبعا بما لا يدع مجالا للشك ان امر بهذا الحجم موضوع كهرباء انا ما ادريش اكتر من كده حاجه بصراحه، يعني يؤثر في مسيره نادي في مباراه سوبر مباراه كبرى
في دولة الإمارات، مباراة عليها كل الأضواء، مباراة من العيار الثقيل، مباراة إثبات الذات، أمور كثيرة جدا تنطبق على هذا الكلام. وبرضو مش هكرر كلامي انه برضو ما زالوا في السوشيال ميديا بيربطوا ما بين امام عاشور وما بين اللاعب كهربا، وانا قلت وشرحت قبل كده وانا عارف انا بقول ايه. قلنا ان طبعا فيما يتعلق بامام عاشور، امام عاشور يا جماعه النادي لم يقدم في الموعد المحدد التظلم، وبالتالي لم يحدث على الاطلاق البت في اي تظلم بعد كده، لانه انا لما اتكلمت وقتها في امام عاشور وجبت لكم الفقره اللي انا اتكلمت فيها مع المهندس احمد مجاهد لما كان بيتولى رئيس اتحاد الكوره، الراجل قال ما جالناش اي تظلم على امام عاشور. فلما عملت المكالمه دي بعد التظلم، بس زي ما الاجانب بيقولوا ده تايمد اوفر، خلاص كان الميعاد عدى وانتهينا وخلاص، واذا لا يمكن اي تظلم بعد انتهاء الموعد، لا قيمه له على الاطلاق، لان الموعد كلنا عارفينه 10 ايام. فاذا لا داعي للربط ابدا بين موضوع امام عاشور وموضوع كهرباء، هذا امر. الامر الثاني فيما يتعلق برضو، عشان الناس يعني احيانا واحد ادريس تبقى غايبه شويه عن الانديه شويه، يعني النادي الاهلي فيما يتعلق بعقوبه اللاعب كهرباء اللي عمل لنا صداع بدون اي داعي، يعني كلنا عارفين ان هي 12 مباراه ومليون جنيه مصري، هذه الغرامه تسدد خلال شهر، تمام، هذه العقوبه، والنادي عوقب ب 200,000 جنيه. هذه عقوبات شخصيه، بمعنى ان كهربا هو اللي قدم التظلم فيما يتعلق بعقوبته هو، والنادي الاهلي قدم التظلم فيما يتعلق بعقوبه النادي الاهلي هي 200,000 جنيه. واضحه؟ واضحه. نروح الناحيه الثانيه، هناك قرار فيما يتعلق بالمستشار مرتضى منصور بصفته رئيسا لنادي الزمالك عندما صدر القرار، غرامه 300,000 جنيه ومنعه من حضور المباريات التي ينظمها اتحاد الكره لمده ايه؟ شهرين. كويس قوي. راح تظلم من جانب نادي الزمالك النهارده الى لجنه التظلمات بتوقيع مين؟ بتوقيع المدير التنفيذي. يعني هذه يا جماعه لازم نبقى قابلين لوائح، هذه عقوبه شخصيه، بمعنى انه هذه العقوبه الموقعه المستشار مرتضى منصور عليه هو شخصيا ان يقدم التظلم باسمه، لان العقوبه تنصب على شخصه هو، يعني ال 300,000 جنيه دول من جيبه هو مش من جيب نادي الزمالك، ان هو ما يحضرش مباريات لمده شهرين او كذا او كذا، ده عليه هو مش على مجلس اداره نادي الزمالك. لكن مع الاسف النهارده اتبعت الجواب النادي الزمالك بتوقيع المدير التنفيذي. طبعا زي ما انا قلت التظلم خلال 10 ايام، اخر يوم بكره، لان القرار كان يوم 18. اديني اهو نبهت نادي الزمالك اهو، عندكم بكره، بكره، لانه لو فضل التظلم بتوقيع المدير التنفيذي لن يقبل من جانب طبعا رئيس لجنه التظلمات، لانه هذه عقوبه شخصيه. اذا بكره اخر يوم، لانه المدير التنفيذي ليس ذي صفه في هذا الامر. اذا بكره اخر يوم رئيس نادي الزمالك او مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، هذه عقوبه تنصب على شخصه هو. اديني نبهت اهو، اديت فرصه اهو، التظلم يتقدم بكره اسمه هو، سواء فيما يتعلق ب عدم حضور المباريات لمده شهرين او 300,000 جنيه، لانه برضه لازم ان احنا نبقى فاهمين وبنقرا اللوائح، بنقرا اللوائح. طبعا مدحت شلبي في الاول دافع عن لجنه الانبطاح وقال ان هو ما ينفعش امام عاشور يتقارن ما بين كهربا، لان امام عاشور ما حدش عمل استئناف، حتى مجاهد قال ان ما فيش استئناف، وحتى نادي الزمالك ما استأنفش على عقوبه امام عاشور. لكن كهربا الامر مختلف، ان النادي الاهلي قدم استئناف في خلال العشر ايام، ومرتضى منصور قدم استئناف، بس لا يجوز ان المدير التنفيذي يوقع على العقوبه او على الاستئناف او على التظلم، لازم صاحب الشان نفسه هو مرتضى منصور. الحق نفسك يا مرتضى، قدم شكوى تاني علشان تتقبل، خد بالك مش عارف ايه. وعلى الجانب الاخر يقول للكهرباء انت عملت لنا صداع، انت عملت لنا مش عارف ايه في دماغنا، انت جبت لنا ايه. وبينسى وبيتناسى ان مرتضى منصور شتم مصر كلها بما فيهم مدحت شلبي نفسه. مدحت شلبي اتقال عليه كلام كتير ان هو مش محايد، مش محايد وبتاع الهلا هلا، ويقعد يتريق عليه ويقول عليه بكسرات ويقول عليه ابو باروكه وابو صبغه، وما بيسلمش من لسانه اي شخص.
بيطلع بينصحه بيقول له خروح اعمل كذا كذا عشان التظلم بتاعك يتقبل. التظلم الوهمي اللي بالمناسبه التظلم ده اصلا متفق عليه، لان مرتضى كده كده ما بيحضرش مباريات وكده كده ما بيدفعش غرامات، لان اتحاد الكره عليه يعني له دين على نادي الزمالك بقيمه 88 مليون جنيه لم تدفع ولن تدفع. الاثنين ادوات جزم، لن جزم ونفي، نفي لم ولن، لم ولن تدفع العقوبة لاتحاد الكرة من قبل نادي الزمالك. ده كان في 20,000 جنيه موقعين غرامة على فريرة علشان ما حضرش مؤتمر صحفي، طلع مرتضى منصور قال لا مش هندفع اي غرامات، ده الحكم الرابع شتم فريرة عشان كده هو ما حضرش المؤتمر الصحفي. اي كلام واي عبر بيتقال، والغرامة ما اتدفعتش وفريرة عدى وحرق والدنيا مشت بقت تمام عشان كان مغلوب وقتها. فاللي انا عايز اقوله ان مدحت شلبي ما بيبصش غير بعين واحدة بس على النادي الاهلي، العين التانية معمية على نادي الزمالك. يتكلم على التجاوزات بتاعت رئيس نادي الزمالك؟ لا. يتكلم على تجاوزات اعلام الزمالك؟ لا. يتكلم على المصائب والكوارث اللي عملها شيكابالا برضو؟ لا. يتكلم على الكوارث اللي عملها امام عاشور؟ لا. يتكلم على كم التدليس والكذب والتضليل اللي بيتقال على قناة نادي الزمالك؟ برضو لا. يتكلم على كهربا النادي الاهلي والصداع وما الصداعش ومفروض تاخد بالك ما تعملش كده، كده كخ، كده عيب. احنا بنقول لشلبي ما تبصش بعين واحده، بص بعينيك الاثنين. زي ما بتنتقد لاعب النادي الاهلي اللي قال حطه صح، انتقد شيكابالا اللي عمل حركه قذره المفروض يتشطب عليها. ولا حضرتك اعمل عين والقلب. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعم بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتي وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.